السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. هذا في بدار اسمه فيسكوز ديجيتال، هذا تبع ديجيتال وخامة زين، خام راكي، في نقشات تاني كمان. إن شاء الله بيكون نسوي لكم فيديو. شوف هذا خام، هذا خام نظيف، شوف تبعه كيف وظوف، وشوف هذا 4D ديجيتال، هاي كواليتي 4D ديجيتال. هذا خامة معروف فيسكوز ديجيتال، والوان زين، في نقشات زيادة ان شاء الله بسوي لكم فيديو. هذا النقشة تاني نفس الخام، هذا كله يجي تقريبا 4 لون، كل نقشة يجي 4 لون، واحد لون في طاقة 30 واري، يعني هذا اذا في 4 يجي 120 وار، كله واحد سيت كامل. هذا كمان نقشة حلوة مرة، الطباعة ديجيتال، شوفوا وضوح الطباعة، شوفوا الداخل كيف وضوح، شوف باين، وشوفوا هذا مشكورين، بارك فيك، ثانك يو، خدا حافظ.